طيب دونك نشوفوا الفيديو هذه نعاودوا نرجعوا. كما شفتوا هذا الفيديو كان اللي وصفوه بانه عنصري، كان اللي وصفوه بانه مثير للاشمئزاز. واش رايكم في هذا الفيديو تاع الفنان؟ معليش لازم نشوف رايك حسن والي. حسن والي رايك فوالا باش نشوفوا في ليكرون. تري بيان سي فوالا. اونكور اون فوا اون بارلي توت ا لور دو ليدوكاسيون ريليجيوز سي با سا كي مانك مي سا دون سو نوتر سوسيتي دون سو تيب دو كومبورتمون اي سي المشكل الكبير فيه العقاب الامبونيتي سا باس وهذا ماهوش سي غرافا بور اون بيرسوناليتي بوبليك زعما ماهوش حاجه منعزله سي با ان اكت ايزولي جاي في الطبيعه اللي شفنا فيه سلوكات عنصريه سلوكات تحتقر الناس سلوكات ترفض الاخر كون دينونس رشيد سي رشيد نكازي يل كوني لوروب عرف لي زاتو كاسكو سيك لو راسيزم كاسكو سيك لونتي راسيزم اي تو اون لو ريبرودوي دو مانيير لا بلوز ابجيكت هنا عندنا. حسن انا متشوق باش نسمع راي تعطيني هنا باسكو على بالي راح تطرطق. انا سي جوست اوريبل 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 اون بيرسوناليتي بوبليك على بالك بلي كي ندخل سور يوتيوب ندخل سور يوتيوب هكذا نروح لي ترند ولا لي توندونس سي كوم فو فولي ولا ما عرفتش كيفاش يعبروا بالعربيه وي جو نسي با كومون لي زابيل اون عرب نشوف بلي لا فيديو تاع مسيو هي الاولى في لي ترند جو سا دون اون ايدي ديجا على واش راهو يشوف هذا الشعب الجزائري اوكي سي با غراف entre guillemets fennan d'accord mais qu'un entre guillemets fennan véhicule ce genre de choses et sur ses réseaux sociaux je pense que c'est vraiment dangereux ou hadja ki ma hadi rien je peux faire partout j'ai vu de mes propres yeux le train une femme qui giflait une petite j'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est la couleur de peau ou là mais en tout cas c'est horrible en tout cas je pense que ki ma qal dans nos écoles c'est bien que nous sommes mais après, je pense que Dina, c'est aussi ça. Jade, bon, je m'entends vraiment punir ce genre de choses. Je vous remercie, 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 Mohamed Ben Jannat, bon, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, mais je vous اشي هكذا كوم ماشي ولا عيب وي عبد الله اشي عيب نو 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 لا لا جوستيس دو سوتو سيسي بيان سور بيان سور راني نقول تفضل عبد الله ما كانوا في السجن تفضل عبد الله ما كانوا في الحبس انا راني نشوف القبضه تاع يده والطفل اللي يدرك فيه وجهه باه ما باه اللي راه نو نو باش لاوي كاميري فيه ما يكاميريهش تيس عيب باسكو هذا الطفل هذايا جيماجين ما نعرف شكون واش هو يدير في الجزائر ما جابوش الخير للجزائر جيماجين كي ضربها في الساحل وجا طالع على الصحراء دونك سي دونك ما جابوش الخير للجزائر يعني المعامله هذه ما عندها حتى معنى ريما واش رايك في هذا الفيديو من فضلك؟ شوكيت هاوية صراحة إذا كان إنسان في عقله ما يديرش حاجة كيما هذه هاي لايك سي غاف سي غاف رشيد نكاز واش رايك في هذا الفيديو؟ سي على بالكم بلي أنا مشيت من تيزي وزو حتى العين صلاح ضد الغساخري في 2015 هذا وليدنا هذا وليد الجزائر وليد افريقيا صح وكي نشوفوا بلي هذا اللي مثل يعني بلال هو اللي كان يدير الاذان فهمتوني ولا لا بلي يتمسخروا به كيما هاك هذه حاجه خطيره جدا سيتي نادميسيبل باه اليوم في 2019 في الجزائر نشوفوا بلي خونا في الدين الاسلامي يديروا له كيما هاك ويشبعوا له الضحك هذه حاجه ما قبلوهاش في الجزائر تاع 2019 وتجي من عند فنان للاسف كيما قلتي ذكر حادثه واحده اخرى صارت صافي ثلاث سنين في واحد المدينه في ولايه في الجزائر وحده كامرونيه مهاجره من كامرون عند اون سيتياسيون ريغوليير اغتصبوها خمس اشخاص راحت للمستشفى باش داوي قال لها ما نقدروش باسكو راكي في اقامه غير سيتياسيون ايريغوليير نعم راح ديبوزي بلانت في لابوليس قال لها مون بو با نشدو لا بلانت تاعك باسكو فوزيت اون سيتياسيون ايريغوليير وي سا سابيل نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي اكزاكتومون ان توكا ما باليش اذا كاين جهات لازم تدخل حول هذا الموضوع ما ندخلش روحي في هذه الامور لاني صحفي ما نقدرش انا نقول واش لازم يندار لكن راكم شفتوا بعينيكم وان شاء الله هذه الممارسات تحبس ما تروحوش بعيد قعدوا معنا فاصل نعود نرجعوا في مازال الحل